السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم عبد الرحمن عادل من قناة انزا بوكس النهاردة هنتكلم عن اغلب المميزات المخفية اللي موجودة على موبايل سامسونج جالاكسي اس 23 اف اي من غير كام كتير خلينا نخش في الفيديو على طول بس قبل اي حاجة ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ويلا بينا نبدا الفيديو على طول واول ميزه موجوده معانا وهو لما نسحب شريط الاشعارات بالشكل ده ونيجي هنا على الاعدادات وبعد كده بنيجي هنا على الشاشه وبعد كده بنيجي هنا على شريط التنقل طبعا زي ما احنا شايفين كده بعد التحديث الجديد اللي هو One UI 6.1 بقى عندك الازرار وإيماءات السحب بالشكل ده هنضغط هنا كده على إيماءات السحب هتلاقي ان الازرار اللي تحت دي اختفت ممكن تيجي هنا على مزيد من الخيارات وبتيجي هنا على حساسيه الايماءات لو علتها بالشكل ده هتلاقي ان هي المسافه بتاعتها بقت اكبر يعني مثلا لما تسحب من هنا يقدر ان هو يرجع معاك ورا لكن لو جيت هنا على مزيد من الخيارات وخليتها اقل حاجه هتلاقي ان هي بتكون صغيره شويه لازم تكون ايدك ملامسه للحافه بتاعه الموبايل بالشكل ده فاحنا هنا بنيجي هنا على مزيد من الخيارات وبنخليها مثلا وليكن لو انت حبيبها عاليه بتخليها على رقم ثلاثة بالشكل ده كده تاني حاجه برده موجوده معانا وبتكون في شريط التنقل في الشاشه بنفعل الخيار اللي هو التمرير الدائري للبحث بالشكل ده بحيث انك تستفاد من ميزه الذكاء اللي نزلت على موبايل سامسونج جالاكسي اس 23 اف اي, اي وليكن مثلا دلوقتي احنا دخلنا الاستوديو وعايز تعرف مثلا سعر العربيه دي كام او تعرف كل حاجه تخص العربيه دي او العنصر اللي موجود في الصوره دي بتيجي هنا تحت كده على شريط التنقل وتضغط عليه ضغطه مطوله بالشكل ده هيظهر لك هنا تقدر تحدد على العربيه بالشكل ده كده هيجيب لك كل حاجه تخص العربيه زي ما احنا شايفين بالشكل دوت جاب لك اسم العربيه كل حاجه تخص العربيه زي ما احنا شايفين عندك الاسعار بتاعتها وكمان تقدر تشتريها منين وده برده ينطبق على اي حاجه موجوده عندك على الجهاز يعني مثلا لو ضغطت ضغطه مطولة بالشكل ده وحددنا مثلا على تطبيق الاستوديو بالشكل ده كده هتلاقي انه هو جايبه لك على جوجل كروم وجايب لك كل حاجه تخص العنصر اللي انت حددتهول فدي كانت ميزه التمرير الدائري للبحث اللي هتلاقيها في شريط التنقل في الشاشه زي ما احنا قلنا قبل كده اما الميزه الثانيه اللي موجوده معانا بنيجي هنا على الاعدادات وبعد كده بنيجي هنا على الميزات المتقدمه وبعد كده نخش على المختبرات ونفعل اطارات متعدده لكل التطبيقات بالشكل ده وبنيجي هنا على ملء الشاشه في عرض تقسيم الشاشه وبنفعل التلات خيارات دول بعد كده بنخرج بره ونيجي مثلا على تطبيق وليكن زي تطبيق الحاسبه وعايزين نفتح معاه تطبيق تاني هنسحب بالتلات صوابع دول زي ما احنا شايفين كده بالتلات صوابع دول من تحت بالشكل ده لفوق هيفتح معاك كل التطبيقات اللي موجوده عندك على الجهاز زي ما احنا شايفين كده وليكن مثلا خلينا نفتح تطبيق زي تطبيق الساعه بالشكل ده بقى عندك دلوقتي تقدر تفتح مثلا تطبيق حاسبة وتطبيق الساعة ممكن تغير ما بينهم لو عايز تخلي الحاسبة تحت والساعة فوق بالشكل ده كده او لو عايز تفتح اي تطبيق تاني تقدر تغير ما بين التطبيقات وتفتح اي تطبيقين انت عاوزه اما الميزة التالتة اللي موجودة معانا هو لما ندخل على الاعدادات بالشكل ده وبعد كده بنيجي هنا على الشاشة برضو بعد كده بندخل هنا على اللوحات الجانبيه ونفعل خيار اللوحات الجانبيه بالشكل ده وبعد كده بنيجي هنا على المقبض وبنخلي مثلا المقبض ليه لون معين عشان تقدر تلاحظه من الجنب زي ما احنا شايفين بالشكل ده هنخليه مثلا اصفر وعندك هنا الشفافيه بتاعته ممكن تخليها عاليه او منخفضه لما بتخليها منخفضه بيبان اكتر زي ما احنا شايفين بالشكل ده لكن لو خليتها عاليه بتكون الشفافيه بتاعته عاليه فبالتالي ما بيكونش واضح وعندك هنا برده الحجم ممكن تخليه كبير زي ما احنا شايفين كده او تخليه صغير ممكن تخليه برده الموضوع بتاعه يكون يمين او يسار يعني ممكن تخليه ناحية الشمال بالشكل ده وتخليه ناحية اليمين بالشكل ده بعد لما ظبطنا اعدادات المقبض هنرجع ورا بالشكل ده وبعد كده بنيجي هنا على اللوحات عندك هنا بقى اللوحات الجانبيه تقدر تضيف اي لوحات جانبيه زي ما احنا شايفين بالشكل ده وليكن مثلا الحفظه اللي هو لو عملت نسخ لاي حاجه تتحفظ عندك في اللوحات الجانبيه بالشكل ده عندك هنا الميوزك وعندك هنا الاشخاص ممكن تخش برضو على جالاكسي ستور بالشكل ده تضيف اي حاجه انت عاوزها من جالاكسي ستور وليكن مثلا تطبيق الحاسبه زي ما احنا شايفين بالشكل دوت الكالكوليتر هنضغط عليه ونعمله تنزيل بالشكل ده كده تم التثبيت هنضغط عليه ونفتحه هيقول لك كده ان هو تم اضافه الكالكوليتر للوحات الجانبيه لما نيجي نخرج بره بالشكل دوت ونسحب اللوحات الجانبيه من الجنب عندك هنا الاله الحاسبه اللي احنا لسه ضايفينها ولو سحبت كمان مره كده هتلاقي موجود عندك تطبيقات كلها زي ما احنا شايفين بالشكل ده تقدر تعدل ما بين التطبيقات لو جيت هنا على علامه القلم تقدر تضيف اي تطبيقات انت عاوزها هنا في اللوحات الجانبيه وليكن مثلا تطبيق زي تطبيق الفيسبوك تقدر تسحبه بالشكل ده وتضيفه في اللوحات الجانبيه وبعد كده بترجع ورا زي ما احنا شايفين هتلاقي تطبيق الفيسبوك اللي احنا لسه ضايفينه لو سحبت كمان مره هيجيب لك الاله الحاسبه عندك هنا السماح للموسيقى هتضغط على السماح بالشكل ده وبعد كده تضغط على تم هتلاقي ان تطبيق الموسيقى انضاف هنا زي ما احنا شايفين فدي كانت ثالث ميزه موجوده معانا ودي ميزه اللوحات الجانبيه اما الميزه الرابعه اللي موجوده معانا لما نسحب الاشعارات بالشكل ده ونيجي هنا على الاعدادات ونيجي هنا على الميزات المتقدمه وبعد كده بنيجي هنا على الزر الجانبي عندك هنا الزر الجانبي اللي هو بيقفل الموبايل من الجنب لو ضغطت عليه مرتين بالشكل دوت هيفتح لك الكاميرا زي ما احنا شايفين بالشكل ده لو عايز تخصص الزر الجانبي ده ممكن تخليه مثلا يفتح تطبيق معين زي انك لو ضغطت على فتح التطبيق وجيت هنا هيجيب لك هنا التطبيقات مثلا ممكن نختار تطبيق الحاسبه بالشكل ده لو ضغطت مرتين هيفتح معاك على طول الاله الحاسبه فزي ما احنا شايفين دلوقتي الزر الجانبي ده تقدر تخصصه على حسب ما انت عاوز وبرده عندك لو ضغطت عليه باستمرار بالشكل ده ممكن تتحكم ان هو يجيب لك بيكس بي اللي هو المساعد الذكي بتاع سامسونج او ممكن تخليه قائمه ايقاف التشغيل اللي هي انك لو عايز تقفل الموبايل هتضغط عليه بالشكل ده لو ضغطت ضغطه مطوله هيجيب لك انك تقفل الموبايل اما الميزه اللي موجوده معانا بعد كده لما ندخل على الاعدادات وبعد كده هنيجي هنا على شاشه القفل هنفعل هنا التقويم الهجري عشان يبان عندك التقويم الهجري على شاشه القفل وبعد كده نيجي هنا على تعديل شاشه القفل بالشكل ده زي ما احنا شايفين دلوقتي فتح معانا شاشه القفل لما نضغط هنا على الساعه هتلاقي ان هو جايب لك اختيارات ساعات كتيره جدا زي ما احنا شايفين دلوقتي موجود عندنا لو عايز تحط التقويم على الساعه بالشكل ده لو عايز تخلي الساعه دائريه عايز تخليها مثلا في الجنب بيجيب لك هنا اشكال ساعات كتيره جدا على حسب الساعات اللي انت عاوزها او على حسب الاختيار اللي انت اخترته خلينا مثلا وليكن نختار الشكل ده دلوقتي لو عايز تكبر حجم الساعه بتكبرها زي ما احنا شايفين كده او لو عايز حتى تحركها من مكانها تخليها في النص او تخليها فوق برضو تقدر تتحكم في المكان بتاعها وعندك هنا الالوان تقدر تختار اللون اللي انت عاوزه مثلا خلينا اللون ده لان اللون بتاعها اتغير فانت هنا تقدر تتحكم في اللون اللي انت عاوزه وتقدر تختاره من هنا فده كان ازاي تقدر تغير شكل الساعه وتغير اللون بتاعها اما بعد كده ممكن تيجي هنا على معلومات حول جهه الاتصال وعندك هنا معلومات حول جهه الاتصال تقدر تضيف هنا اي رقم او بريد الكتروني بحيث ان الموبايل بتاعك لو وقع او ضاع منك اللي لقى الموبايل لو هو شخص امين هيتصل على الرقم اللي انت حاطه في معلومات حول جهه الاتصال اللي بيكون موجود على شاشه القفل ولكن مثلا خلينا ندخل اي رقم بالشكل ده وبعد كده نضغط على كلمه تم هتلاقي إن هو انضاف هنا زي ما احنا شايفين بالشكل ده وعندك هنا برضو الاختصارات اللي بتكون موجودة في الجنب عندك هنا لوحة الاتصال لو ضغطت عليها بالشكل ده ممكن تغيرها وتخليها مثلا الفلاش لو عايز برضو تغير الكاميرا وتخليها اي حاجة ممكن تختار اي تطبيق موجود عندك على الجهاز زي ما احنا شايفين بالشكل ده وتضيفه مثلا وليكن مسجل الصوت هتلاقي ان مسجل الصوت انضاف هنا والفلاش انضاف هنا بعد كده بتضغط هنا على كلمة تم لما نيجي نشوف كده شاشة القفل مع بعض هنلاقي التغييرات اللي احنا لسه مغيرينها انضافت على شاشة القفل بالشكل ده اما الميزة اللي موجودة معانا بعد كده وهي خاصة بالذكاء الاصطناعي في الميزات الجديده اللي لسه منضافه على الموبايل لما نيجي كده على اي مكان موجود في الشاشه ونسحب بالشكل دوت او ممكن نضغط ضغطه مطوله بالشكل ده نجيب هنا الخلفيه والنمط وبعد كده نيجي هنا على تغيير الخلفيات هنلاقي عندنا ميزه جديده انضافت اسمها ابداعيه هنضغط عليها كده وبعد كده نضغط هنا على الصوره دي دلوقتي نقدر ان نبتكر خلفية او نصنع خلفية بالذكاء الاصطناعي عندك هنا مثلا صور مساء رسم مستنير خلينا نختار مثلا مساء بالشكل ده هيجيب لك هنا اللون بتاعه رمادي هتيجي هنا على اللون ونخليه مثلا وليكن لون ازرق وهنيجي هنا على كلمة سلسلة جبال تقدر تختار بقى مثلا عندك هنا كسبان رملية رمال شواطئ منحدر او نهر خلينا نختار مثلا وليكن نهر بالشكل ده بعد كده نيجي هنا على كلمه تلج دي ممكن نختار مثلا نخليها شعاب مرجانيه او غيوم خلينا نختارها مثلا غيوم بالشكل ده ونشوف الذكاء الاصطناعي هيعمل نهر بالغيوم ازاي وبعد كده نضغط هنا على كلمه انشاء هيبدا ان هو يعمل الخلفيه بالذكاء الاصطناعي زي ما احنا شايفين بالشكل ده هنستنى عليه شويه وتلاقي ان هو عمل لك الخلفيه وزي ما احنا شايفين دلوقتي جاب لك هنا اربع خلفيات ممكن تختار الخلفيه اللي انت عاوزها لو انت مثلا مش عاجبك الشكل ده ممكن تختار هنا الغيوم دي وتخليها مثلا امواج او تخليها تلج ونيجي هنا على كلمه انشاء وهيدو لك خلفيات ثانيه غير اللي كانوا موجودين من شويه زي ما احنا شايفين دلوقتي جاب لك هنا خلفيات ثانيه اللي هو النهر مع التلج ممكن مثلا نختار الخلفيه دي ونيجي هنا على كلمه ضبط وبعد كده نضغط هنا على التالي هيضيف لك على الشاشه القفل وعلى الشاشه الرئيسيه اما الميزه اللي موجوده معانا بعد كده لما نيجي هنا على الاعدادات وبعد كده ندخل على الميزات المتقدمه وبعد كده نيجي هنا على الحركات والايماءات هنلاقي عندنا خيار اسمه السحب براحه اليد للالتقاط لو ضغطنا عليه بالشكل ده ممكن تاخد لقطه شاشه عن طريق راحه اليد لو جبت كف ايدك بالشكل ده وسحبت على شاشه الموبايل بالشكل ده هتلاقي ان هو بياخد معاك لقطه شاشه او سكرين شوت زي ما احنا شايفين عن طريق راحه اليد اما الميزه اللي موجوده معانا بعد كده وهي خاصه برضو بالذكاء الاصطناعي لما تدخل هنا على الاعدادات وبعد كده بنيجي هنا على الذكاء المتقدم او الميزات المتقدمه الاول وبعد كده بنخش على الذكاء المتقدم عندنا هنا الهاتف اللي هو الترجمه الفوريه للمكالمات هنضغط هنا على ايقاف التشغيل دي ونفعلها بالشكل ده وانت مثلا بتكلم حد بت... لو انت دلوقتي... لو انت مثلا دلوقتي بتكلم حد بيتكلم اللغه الانجليزيه وعايز الكلام اللي هو بيقوله باللغه الانجليزيه ده يتحول لك باللغه العربيه هو دلوقتي مش ضايف اللغه العربيه في تحديث الموبايل ده هيجيلك تحديث ثاني على الموبايل هيضيف لك اللغه العربيه لانها بالفعل انضافت على سلسله الاس 23 جيل الاس 23 الترا والاس 23 عادي والاس 23 بلس وهينزل الاس 23 اف اي مع التحديث الجاي فانت دلوقتي هتختار اللغه الانجليزيه خلينا بس نعمل تجربه ونخليه ان هو يحول الكلام ده للغه تانية وليكن مثلا هنيجي هنا على الالمانيه بالشكل ده وبعد كدة تختارها اللغة العربية وبعد كدة لما يضيف عندك اللغة العربية تختار اللغة العربية من هنا يعني دلوقتي خليني اوريكم ميزة الترجمة الفورية للمكالمات على ما يعمل تنزيل للغة الاسبانية واللغة الانجليزية زي ما احنا شايفين دلوقتي جابلنا هنا مساعد الاتصال هنضغط عليه بالشكل ده هيجيب لك هنا الترجمه المباشره هتضغط عليها هتلاقي ان الكلام اللي هو بيتقال باللغه الانجليزيه تقدر تحوله للغه العربيه هنيجي هنا على الالمانيه بالشكل ده ونخليها اللغه العربيه زي ما انتم شايفين هنا اللغه العربيه منضافه بشكل سهل جدا على الاس 23 الترا وهتنضاف برده على الاس 23 اف اي خلينا نرجع تاني دلوقتي على المميزات اللي موجوده على الاس 23 اف اي الميزه اللي موجوده معانا بعد كده لما نيجي هنا على الاعدادات وبعد كده بنيجي هنا على الاشعارات هنيجي هنا على نمط الاشعار المنبثق ونيجي هنا على نمط الاضاءة الجانبية هنلاقي موجود هنا تقدر تتحكم في شكل الاشعارات اللي بتظهر على الموبايل بتاعك وليكن مثلا على شكل موجه بالشكل ده من الجناب او مثلا على شكل فقاعة زي ما احنا شايفين فوق بالشكل ده او ممكن تخليها على شكل قلب زي ما احنا شايفين كده يظهر لك قلوب او ممكن تخليها على شكل كسوف زي ما احنا شايفين بالشكل ده هتيجي هنا على اللون لو انت عايز تغير اللون وتخليه على حسب اللون اللي انت عاوزه او لو عايز تخليها تلقائي بحيث ان كل تطبيق يظهر باللون بتاعه بتيجي هنا على تلقائي بالشكل ده بعد لما تختار التاثير اللي انت عاوزه بتيجي هنا على كلمه تم وبتفعل خيار الاظهار عند ايقاف تشغيل الشاشه بحيث ان هي لو الشاشه مقفوله برضو يظهر لك الاشعارات بالشكل ده اما الميزه اللي موجوده معانا بعد كده لما نيجي هنا على الاعدادات وبعد كده بنيجي هنا على الميزات المتقدمه وبعد كده بنختار الذكاء المتقدم ونيجي هنا على سامسونج نوتس اللي هو الملاحظات بتاعه سامسونج لما ندخل عليها بالشكل ده وهنفعل مساعد الملاحظات لما نيجي نخرج بره وندخل على تطبيق سامسونج نوتس خلينا لكم مثلا نيجي كده على جوجل كروم ونختار اي مقال او نجيب اي مقال ونضيفه جوه سامسونج نوتس ونقول إنه هو يلخص لنا المقال ده زي ما احنا شايفين دلوقتي هنيجي على المقال ده ونعمله نسخ بالشكل ده وبعد كده نيجي هنا على سامسونج نوتس ونيجي هنا على اضافه ملاحظه جديده وهنعمل لصق للمقال اللي احنا اخترناه دلوقتي زي ما احنا شايفين بالشكل ده هنيجي هنا على علامه الذكاء الاصطناعي اللي موجوده تحت دي ونضغط عليها وبعد كده نضغط على موافق هيجيب لك هنا تنسيق تلقائي او تلخيص هنضغط هنا على كلمه تلخيص لو انت عايز تحدد المقال كله هنضغط عليه بالشكل ده وتحدده كله وبعد كده تيجي هنا على كلمه تلخيص هيلخص لك كل المقال دوت في نقاط صغيره زي ما احنا شايفين دلوقتي هيعمل لك تلخيص للمقال كله ولخصه لك في نقاط معينة زي ما احنا شايفين بالشكل دوت كل الكلام لخصه لك في نقاط صغيرة لو عايز تستبدل المقال ده كله بتضغط هنا على كلمة استبدال وبتلاقي ان هو استبدل لك المقال زي ما احنا شايفين تحت بالشكل ده في النقاط الصغيرة اللي هو اختصرها له برضو ميزة كمان في الذكاء الاصطناعي اللي موجود في سامسونج نوتس لو ضغطت هنا على علامة الذكاء الاصطناعي دي ممكن تضغط هنا ان هو يصحح لك الاخطاء الاملائيه او يعمل لك ترجمه للكلام ده، يعني مثلا نضغط هنا على الترجمه، هيطلب منك هنا انك تنزل حزمه اللغه العربيه تضغط على تنزيل بالشكل ده، وبعد لما تنزل الحزمه بتاعت اللغه العربيه او اي لغه موجوده عندك انت عايز تستخدمها هيلخص لك الكلام دوت او هيترجم لك الكلام دوت باللغه اللي انت اخترتها. اما الميزه اللي موجوده معانا بعد كده برضو في الذكاء الاصطناعي لما ندخل على تطبيق الصور بس قبل ما ندخل على تطبيق الصور بتيجي هنا على الاعدادات وبعد كده بتيجي هنا على الميزات المتقدمه. وبتيجي هنا على الذكاء المتقدم وبتيجي هنا على محرر الصور وبتفعله بالشكل ده بعد كده تيجي هنا على الاستوديو تيجي هنا مثلا على اي صوره زي ما احنا شايفين بالشكل ده لو ضغطت عليها كده وبعد كده جيت هنا على علامه القلم دي هتلاقي عندك هنا علامه الذكاء الاصطناعي تضغط عليها بالشكل ده تقدر هنا انك تتحكم في العنصر بشكل كامل حتى لو العنصر ده انسان هتضغط هنا على العربيه دي ضغطه مطوله زي ما احنا شايفين دلوقتي نقدر نخفيها خالص او نحركها من مكانها او حتى تكبر الحجم بتاعها زي ما احنا شايفين بالشكل ده حتى لو عايز توسع الصوره زي ما احنا شايفين كده كبرت الحجم زي ما احنا شايفين دلوقتي غيرنا اتجاه الصوره او خليناها مايله ناحيه اليمين او الشمال شويه هيبدا ان هو يملأ الفراغات اللي موجوده في الجنب دي لما نضغط هنا على كلمه انشاء زي ما احنا شايفين دلوقتي عالج الصوره لو جينا ضغطنا هنا على عرض الصوره الاصليه دي كانت الصوره الاصليه لما كبرنا زي ما احنا شايفين بالشكل ده كبرت معانا الصوره نضغط هنا على كلمه تم لو عايز مثلا تخفي اي عنصر من الصوره برده بتيجي هنا على علامه الذكاء دي تضغط على العنصر ده ضغطه مطوله عندك هنا علامه الممحاة هنضغط عليها بالشكل ده وبعد كده نضغط هنا على كلمه انشاء هيبدا ان هو يخفي العربيه خالص ويملا الفراغات مكان العربيه طيب زي ما احنا هو هنا ملغاش العربيه هو هنا حول لك العربيه خالص خلاها عربيه تانية زي ما احنا شايفين بالشكل ده دي كانت العرض الصوره الاصليه وهنا غير العربيه خلاها عربيه تانية لو انت عاجبك العربيه دي ممكن تضغط هنا على كلمه تم لو انت عايز تلغيها برده ممكن تيجي هنا على العلامه اللي موجوده تحت دي تضغط عليها بالشكل ده هتلاقي عندك هنا كلمة ممحات الكائن اللي من خلالها تقدر تمسح بقى العربية دي خالص تيجي هنا على ممحات الكائن وتحدد على العربية بالشكل ده وبعد كده تضغط هنا على كلمة محو كده هيبدأ إن هو يمسحها لك خالص من الصورة زي ما احنا شايفين بالشكل ده أما الميزة اللي موجودة معانا بعد كده لما تضغط هنا على الإعدادات وبعد كده بتيجي هنا على البطارية وبعد كده بنيجي هنا على كلمه توفير الطاقه وبعد كده بنيجي هنا على حمايه البطاريه وبنفعل خيار حمايه البطاريه بالشكل ده عندك هنا اساسيه وتكيفيه والحد الاقصى خلينا نبدا دلوقتي الحد الاقصى وهو ان يشحن البطاريه بتاعتك لحد 80% وبعد كده بيوقف شحن البطاريه لكن انا ما بفضلش الميزه دي بحيث انك لو خارج بره ممكن ال 80% ما يكفكش بحيث ان عارفين ان الموبايل ده البطاريه بتاعته 4500 مللي امبير فهي مش كبيره قوي بحيث انك تخليها على الحد الاقصى فانا بفضل دايما تخليها على اساسيه بالشكل ده بحيث ان هو هنا بيشحن البطاريه لحد 100% وبعد كده بيوقف الشحن او بيخفض مستوى شحن البطاريه لحد 95% لو انت حاطط الموبايل في الشحن وبيبدا ان هو يشحن ببطء لحد ما يوصله 100% بحيث ان هو هنا يقدر يحافظ على عمر البطاريه بتاعتك ويخليها تقعد معاك اطول فتره ممكنه اما الميزه اللي موجوده معانا بعد كده لما نيجي هنا على الاعدادات وبعد كده بنيجي هنا على الحمايه والخصوصيه نضغط هنا على الحمايه والخصوصيه بالشكل ده عندنا هنا ميزه اسمها اداه الحظر التلقائي والميزه دي مهمه جدا لو انت بتخاف على الموبايل بتاعك بحيث ان هنا هيقدر يحظر لك اي تطبيقات مشبوهه بتحملها من بره المتجر او من بره متجر بلاي او حتى لو بتنزل التطبيقات دي عن طريق كابل اليو اس بي هتضغط هنا على ايقاف التشغيل وتفعلها بالشكل ده وتكون مفعل حمايه تطبيق المراسله وحظر تحديثات البرامج بواسطه كابل اليو اس بي بالشكل ده اما الميزه اللي موجوده معانا بعد كده وهو في التطبيقات المصغره لما تضغط هنا على الشاشه ضغطه مطوله وتيجي هنا على التطبيقات المصغره عندك هنا تطبيق اسمه الكاميرا المخصصه لما تضغط عليه بالشكل دوت ممكن تجيبه برضه عن طريق انك تيجي هنا على الكاميرا وتضغط عليه بالشكل ده وبعد كده تعمل اضافه زي ما احنا شايفين بالشكل ده التطبيق المصغر دوت فائدته انك لو ضغطت عليه يفتح لك مثلا الكاميرا الاماميه على طول يفتح لك الكاميرا الخلفيه يفتح لك على وضع البورتريه تيجي هنا على العنوان وتخليه مثلا بورتريه وبعد كده تضغط هنا على كلمة حفظ وبعد كده تيجي هنا على وضع بدء التشغيل وتخليه مثلا الكاميرا الأمامية هنختار مثلا هنا الكاميرا الأمامية وبعد كده نيجي هنا على الصورة الشخصية اللي هو وضع البورتريه ونرجع ورا بالشكل ده تقدر برضو انك تغير الصورة اللي انت حاططها هنا على التطبيق المصغر وبعد كده تضغط هنا على كلمة حفظ زي ما احنا شايفين هنا كده انضاف على طول لو ضغطت عليه بالشكل ده هيفتح معاك الكاميرا الامامية على وضع البورتريه زي ما احنا شايفين بالشكل ده لو انت وصلت لحد هنا في الفيديو ما تنساش تعمل اللايك وما تنساش برضو ان رابط الدعم بتاع اخواتنا موجود تحت في الديسكريبشن لو حابب انك تتبرع ليهم هتلاقي رابط بودافون كاش وهتلاقي رابط الباي بال برضو موجود تحت في الديسكريبشن اما الميزه اللي موجوده معانا بعد كده لما ندخل على الاعدادات مع بعض وبعد كده نيجي هنا على الميزات المتقدمه وبعد كده نيجي هنا على المرسل المزدوج هنا تقدر تضيف اتنين واتساب او اتنين فيسبوك او اتنين ماسنجر او لو ضيف التليجرام تقدر تضيف برضو اتنين تليجرام من خلال انك تيجي هنا على الواتساب وتفعل الميزه دي بالشكل ده وتيجي هنا على كلمه تثبيت وبعد كده تضغط هنا على تاكيد لو عايز تخلي الواتساب الجديد دوت قائمه اتصال منفصله غير الاساسيه تضغط هنا على العلامه دي لكن لو عايز تخليها نفس الواتساب الاساسي بتضغط هنا على كلمه التالي وبعد كده تضغط على موافق هيبدا ان هو يعمل لك جاري تشغيل المرسل المزدوج زي ما احنا شايفين دي نسخه الواتساب الاساسيه ودي نسخه الواتساب التانيه بيكون عليها علامه برتقالي بالشكل ده اما الميزه اللي موجوده معانا بعد كده هنيجي هنا على لوحه الاتصال ونيجي هنا على الثلاث شرط اللي موجودين فوق ونيجي هنا على الضبط هنلاقي عندك هنا ميزة تسجيل المكالمات هتضغط عليها بالشكل ده وتيجي هنا على تسجيل المكالمات تلقائيا وتفعلها زي ما احنا شايفين كده وكده اي مكالمة هتتكلمها تقدر انك تسجلها على طول من غير الطرف الثاني ما يعرف انك بتسجل له المكالمات وهتلاقي المكالمات المسجلة موجودة عندك هنا زي ما احنا شايفين لو ضغطت عليها هتلاقي المكالمات المسجلة موجودة ولكن احنا لسه ما عملناش اي تسجيل مكالمات بس دي كانت اغلب المميزات اللي موجوده على موبايل سامسونج جالاكسي اس 23 اف لو عجبك الفيديو ما تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس اشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته